العربية، يعني إنه في استقلال للقناة العربية، ما يمكن إنها ماشيين ورا السعودية على طول يعني. وبسبب هذا السعودية يعني مش إنه هذا ما يروج له إنه علي عبد الصالح كان تابع للسعودية، وإنما كان علاقة واعتمد على مصلحة المصالح. هذا يعني دليل إنه مش إحنا مش ماشيين مع الخط يعني. وعملت على دعم إريتريا من أجل احتلال الجزر الجزيرة الخمرية السعودي. وفي الأخير إحنا لنا أيديولوجيتنا ولنا توجهاتنا وكل الأحزاب السياسية. سوى التحالف كالأمر جدوات. لا أقول لك إيش، هو طبعاً التحالف الآن، وطبعاً هم ليس صحيح إن هم يدفعون المذهب الشيعي أو شيعة أو من يدفعوا إيران يعني، ولا يؤمنوا بولاية الفقيه، لأن هم يدفعون المذهب الزيدي زيدين يعني. عبد الله صالح أو التخلص منه ومن الحوثيين في نفس الوقت، فرفضوا أن هم يفتحوا صفحة جديدة، وبدأت مرحلة الاغتيالات بين الطرفين يعني. الرئيس عبد الله صالح يعني عمل حصل تواصل مع الحوثيين انه لا هو يحرض الضم ولا هم يحرضون، كان انه لا احنا نعمل معهم مشاكل ولا يعملوا معنا مشاكل. هم الحوثيين لما دخلوا صنعاء عملوا قبل السعودي. وفي الاخير احنا لنا ايديولوجيتنا ولنا توجهاتنا وكل الاحزاب السياسيه. سوى التحالف كالامر جدوات. لا اقول لك ايش، هو طبعا التحالف العربيه يعني انه في استقلال للقناه العربيه، ما يمكن انها ماشيين ورا السعوديه على طول يعني.